له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في هذا اليوم يجمع فيه الناس في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد. إخوة الإيمان والإسلام، كانت التلاوة من المتوقع لتكون للعلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير، وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، وقار جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. ولكن نظرا لحضور الضيف العزيز من دولة أفغانستان فضيلة الشيخ عبد الكبير، فقد أثر فضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي على أن تكون هناك تلاوة إلى القارئ فضيلة القارئ الشيخ عبد الكبير، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة الله أكبر
كبير من يرى من يرى شفت عليه نعم. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بالقول فإنه يعلم Oh.
يا رب. امين يا رب. الله يكرمك. عظيم جدا من فضل الله. امين يا رب. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن شيطان زينا مما
الرحمن 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 على العرش استوى بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من يا رب امين يا رب الله يا استاذ عظيم جدا من فضل الله الله امين يا رب الله لا اله الا له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض وما
الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم Oh!
وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم.